الحقيقه كان مؤسف على مستويين، على مستوى الشماته، وان كان ده يعني اعتبره يعني بالذات للناس اللي شغاله في مجال الرياضه، ومفترض انها ناس عارفه يعني ايه منافسه شريفه، وناس عارفه يعني ايه قيم وروح رياضيه والى اخره، لكن الكلام ده بيتقال في المدرجات او بيتقال في مدرجات يعني الكليات والمعاهد فقط لا غير، بيتقال في الكتب بس، لكن على مستوى التطبيق للاسف الشديد اغلب نجومنا اللي بالمناسبه منهم كتير جدا صنع نجوميته وصنع شهرته وصنع اسمه من النادي الاهلي ما يعرفوش اي حاجه عن ده. فكره الشماته من منافس ممكن اقبلها نوعا ما، وان كنت يعني مش قادر افهم برضو ازاي تشمت في منافس ليك يعني فشله او مصدر فشله الوحيد انه وصل لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا بعد موسمين توج فيهم باللقب. فشل ما يقربش منه اقرب نجاحاتك اساسا، ده الفشل، والفشل اللي فعل، لكن الناس دي ادفع من ان انا اتكلم عليها. لكن الناس اللي بتصفي حسابات، والناس كمان اللي بتحاول انها تستغل الفرصه دي، لان في ناس الحقيقه يعني من هواه الصيد في الماء العكر، الناس اللي بتحاول تصطاد في الماء العكر وبتحاول تاخد من ده فرصه او باب للهجوم والتكسير في النادي الاهلي، اعتقد انه ده شيء مش والاهلي عودنا، والاهلي هو اللي بيرد، والاهلي بيرد في الملعب، ما بيردش على الشاشات يعني، ولا بيرد في وسائل الاعلام، الاهلي لما بيحب يرد بيرد في الملعب. وياما سقطات كتيره جدا حصلت وقام بعدها الاهلي اقوى وافضل. وده اللي انا قلته تاني يوم بعد خساره المباراه، انا اللي يهمني اكتر واللي يهم معظم الجماهير بالمناسبه هو اللي جاي. وما عنديش شك في ان نسخه الاهلي ان شاء الله باذن الله اللي هترجع حتى تكمل الموسم ده، او اللي هتستقبل وتحضر للمواسم اللي جايه بما فيهم دوري الابطال، هتبقى نسخه غير، وهتبقى نسخه افضل واقوى بكتير، ومش هتدي فرصه حتى اذا ما كان في هذا الكم وهذا الحجم المؤامرات انه حد يخطف بطوله مره ثانيه النادي الاهلي.